أخذ سهام بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين لا يعرفوننا أقول لهم أن نحن من الذين إذا قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ليزيدوننا إلا إيمانا ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. للذين لا يعرفوننا نقول لهم ليس عندنا حجر ولكن عندنا شعب لا يقهر. للذين لا يعرفوننا نقول لهم ليست عندنا عصي ولكن عندنا شعب عصي. أنا متأكدة أن الكثير يعتبرونني نشاز في هذا المكان، ولكن أقول أيضا للذين لا يعرفوننا أن هذا هو المشهد في تونس الذي سينجح وسينتصر، أن نكون معا حزب المؤتمر، حركة النهضة، وكل الأحزاب الوطنية التي تريد أن تلتحق بنا داخل الحكومة وخارج الحكومة، أن نكون معا من أجل أن نبني معا ثورتنا، لأننا ما زلنا في الخطوات الأولى وثورتنا اليوم في خطر. نقول للذين لا يعرفوننا ولعلهم نسونا، فملفاتنا لعلها قابعة ما زالت في وزارة الداخلية، نقول للذين لا يعرفوننا أن هذا الشارع قد جمعنا من قبل في زمن بن علي، في زمن الدكتاتورية قد جمعنا، ونحن كنا لا نملك من أمرنا شيئا إلا إرادة لا تقهر وإلا ثقة في أن مطالبنا كانت شرعية. هذا الشارع يعرفنا، وهذا الشارع قد عرفكم وقت الثورة، وهذا الشارع يضمكم ويعرفكم أيضا في صيانة وحماية الثورة. أقول للذين لا يعرفوننا أننا لا نهزم ولا نهدد ولا نخاف من التهديد ولا نخاف من الوعيد. السجون تعرفنا، والغربة تعرفنا، وكل وسائل العذاب والتعذيب تعرفنا، فبماذا يهددوننا اليوم؟ لن نخاف، لن نخاف، لأن معنا ووراءنا وأمامنا وعلى يميننا وعلى يسارنا شعب يحمي ثورته وشعب يحمي شرعيته. معنا رجال ونساء بكل الألوان، بكل الأطياف، بكل الانتماءات وبدون انتماءات، كلهم صفا واحد حماية للثورة. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله، فما بالك وأنا أتصور أننا اليوم بالمعادلة الانتخابية لسنا فئة قليلة، بل لم نعد فئة قليلة، أصبحنا فئة كبيرة وتكبر كل يوم. أقول للذين يعتبرونني نشاز ربما في هذا المكان، لأن تونس هذه الأم الحنون تضم الجميع، لأن تونس صدرها رحب يتسع الجميع، تونس تتسع كل أبنائها إلا المرتدين، إلا الإبن العاق، إلا الإبن الذي لا يعترف للجميل، لهذا الوطن ولهذه الثورة. الشعب يريد وحدة وطنية، الشعب يريد وحدة وطنية، الشعب يريد وحدة وطنية، الشعب. نقول للذين يتهموننا بالعنف أننا يوما ما حملنا حجر ولا عصي ولا أردنا شرا بالبشر، ولكن كانت دائما كل أسلحتنا هي الإرادة، هي أصواتنا، هي حناجرنا، وهي رغبتنا في النجاح، لأنه اليوم ليس لنا من خيار إلا أن ننجح أو ننجح، وسننجح بإذن الله. هذه الثورة ما زالت في خطواتها الأولى، ما زالت غضة. هذه الثورة ما أكثر المتربصين بها من حولنا، ولكن
كما اجتمعنا اليوم في هذا المكان يبقى هذا المكان أيضاً مفتوحاً على كل القوى الوطنية التي يجب أن تهب اليوم لنصرة الوطن ولنصرة أهداف الثورة حتى أن نكون صوتاً واحد ويداً واحدة مهما اختلفنا. ليس المهم أن نختلف، أو ليس اختلاف الأمة رحمة؟ تعلمنا أبجديات الاختلاف، تعلمنا أبجديات الاختلاف، ولا يفرقنا الاختلاف. الاختلاف يثرينا ويقوينا ويعزز صفوفنا. الاختلاف لا يمكن إلا أن يقوينا وأن يقوي صفوفنا وأن يجعل في قوتنا تنوع وثراء. الإسلامي، العلماني، القومي، اليساري، الذي لم يختر له طريق والذي يبحث عن طريق، هذه الحركة وهذه الأحزاب وهذا الائتلاف وهذه الحكومة وهذا المجلس فيها مكان للجميع، إلا 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 الذين تآمروا على الوطن، وإلا الذين تآمروا على الثورة، وإلا الذين يريدون أن يطفئوا هذه الشعلة، إلا الذين لا يريدون لنا أن ننجح، لأنهم يخافون من نجاحنا، لأنهم يخافون أن ننجح، لأن النجاح يعني المحاسبة، لأن النجاح يعني أن يتحمل كل الذي أخطأ في حق الوطن وفي حق أبناء الوطن مسؤوليته أمام القضاء ذات يوم من الأيام، وإن غدا لناظره قريب. شكرا مرة أخرى، وشكرا على هذه الدعوة السلمية وعلى هذا التنظم السلمي الذي يعكس حقيقة مبدئية في أن السلم الاجتماعي يجب أن يكون هو المبدأ الذي نتوحد حوله من أجل أن ننجح هذا المسار، ومن أجل أن نقهر كل الذين لا يريدون لهذا المسار أن ينجح. شكرا من جديد.